اهلا بكم الى موجز اخبار الان اعلن ائمه وخطباء في عدد من مدن وبلدات درعا المحرره اليوم عن تعليق صلاه الجمعه تخوفا من ارتكاب طائرات النظام مجازر بحق المصلين اثناء تجمعهم في الاماكن العامه. وشهدت المناطق المحرره في مدينه درعا وريفها منذ مطلع الشهر الجاري قصفا جويا ومدفعيا مكثفا من قبل قوات نظام الاسد. أعلنت المفوضية العليا للاجئين أن قرابة نصف مليون لاجئ ونازح سوري عادوا إلى منازلهم منذ بداية العام الجاري معظمهم للبحث عن ذويهم أو الاطمئنان على ممتلكاتهم ومنذ كانون الثاني يناير الفائت عاد نحو 440 ألف شخص نازح في سوريا لمنازلهم في كل من حلب وحما وحمص ودمشق كما عاد 31 ألف لاجئ تقريبا من دول الجوار تجاوز عدد النازحين من الموصل والمناطق المحيطة بها تجاوز 900 ألف شخص منذ انطلاق الحملة العسكرية لتحرير المدينة من احتلال تنظيم داعش الإرهابي في أكتوبر الماضي ويواجه المدنيون مخاطر كبيرة على حياتهم أثناء محاولتهم الفرار من المناطق التي تشهد معارك والخاضعة لاحتلال تنظيم داعش الذي غالبا ما يستهدف النازحين إذ قضى المئات أثناء محاولتهم الفرار دعت وزاره الصحه السعوديه مديريات الشؤون الصحيه في المناطق الحدوديه الجنوبيه جازان ونجران وعسير الى معاينه جميع القادمين من جمهوريه اليمن فور وصولهم الى منافذ الدخول مع مراعاه اليقظه والدقه من اجل اكتشاف حالات الكوليرا. واشارت الوزاره الى ضروره مطابقه تعريف الحاله ومنع دخول اي مواد غذائيه مع القادمين من تلك الجهه عدا المعلبه والمحكمه الاغلاق. حذرت منظمة أنقذ الأطفال الإغاثية أمس من أن انقطاع المساعدة الدولية المستمرة للصومال قد يضع أكثر من عشرين ألف طفل بمواجهة خطر المجاعة خلال الأشهر القليلة المقبلة وأوضحت المنظمة أن عدد حالات نقص التغذية الحاد ازداد بشكل كبير داخل عدد من مقاطعات الصومال التسع التي خضعت للفحص وحذرت المنظمة من أن الأوضاع في أجزاء من البلاد باتت مشابهة للمجاعة تظهر الخرائط المباشره للهجمات الالكترونيه في العالم من عده مواقع لشركات برمجيات الحمايه الالكترونيه ان دوله الامارات هي ثاني اكثر دوله في العالم من بعض الولايات المتحده تتعرض للهجمات الالكترونيه ويتعرض العالم حاليا لهجوم الكتروني واسع النطاق بفيروس جديد يختلف عن هجوم وقع قبل اسابيع واستخدم فيه فيروس الفديه الى اللقاء